فريق نادي العين. كرة بتتخلص من أمام بندر الحبابي، خطيرة، فرصة جول جول جول. هذا العميد أزرق عنيد في هذه المباراة، زيارات ثقيلة ثقيلة، كلما أتى إلى ملعب العين كلما كانت المباراة ثقيلة للعين. يسجل فريق نادي النصر عن طريق تشيبانكو، رب ضرة نافعة بنزول هذا اللاعب تشيبانكو، يضع الكرة في المرمى من خطأ فادح يرتكب بندر الحبابي. نعم، غلطة الشاطر بألف، خطفها ولمسها وراحت عند اللاعب تشيبانكو، وسجل تشيبانكو هدف التقدم لفريق نادي النصر. يسجل التقدم لفريق نادي النصر. الله على تمريرة كانت سليمة من سعود عبد الرزاق باتجاه تشيبانكو، وصلت بشكل جميل للكونغولي وضعها في المرمى على يمين حارس المرمى خالد عيسى. محاولة من جديد، محمد البلوشي يرسل كرة على الجهة اليمنى، فيها لمسة سفيان، هذه خطيرة سفيان. أوهوهو. أخيرا وصل العين لمرمى العميد، أخيرا فعلها الزعيم، فعلها الزعيم بتمريرة جميلة من سفيان، وصلت لروميرو كاكو، يضع الكرة في المرمى ويعادل النتيجة، يعادل النتيجة أخيرا. نجح العين في العودة للمباراة بتسجيل هدف التعادل، بإنهاء المسألة تماما في هذه المباراة، في مباراة تلاعبت بالأعصاب. حلوة كانت من أليخاندرو ريميرو كاكو الذي وضع الكرة في المرمى محرزا الهدف، هدف التعادل لفريق نادي العين. لكن الله على الانطلاقة، علي البلوشي يرسل كرة، أو محمد البلوشي أرسلها لسفيان، سفيان تقدم توغل لعبها، لمح هناك في هذه اللقطة. طبعا كاكو متقدم في اللحظة اللي كنا نتحدث فيها عن غياب كاكو في شوط المباراة الثاني، ظهر الآن وسجل هدف التعادل، وبالتالي ينهي المسألة، خصوصا أنه لم يتبقى الكثير على نهاية المباراة. إذا 1-1. نعم، تيسرى في مكان سليم، محاولة ممكن تسديده. أوهوهو. يا الله يا الله يا راشد محمد عمر، يا لها من تسديدة قوية 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 جميلة، صاروخ في مرمى الزعيم، صاروخ من ابن العميد راشد يسجل الهدف في المرمى، وهدف ايضا ثاني في هذه المباراة. اوهوهو على تسديدة، واحد من اجمل اهداف هذا الموسم على مستوى بطولة كأس الرابطة، هذا سيعلق في الذاكرة كثيرا يا راشد محمد عمر، هدف ولا اروع ولا اجمل.